السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن موضوع التحريز. طبعا في مواصفات لمخزن المضبوطات وفي مواصفات للشخص المسؤول عن مخزن المضبوطات. أولا بالنسبة لمواصفات المخزن، يجب أن تتوفر فيه مواصفات معينة على نحو معين، ألا وهي يجب أن تتوفر فيه اشتراطات الحماية المدنية مع استمرار توافرها طيلة استخدامها. بمعنى إن عندنا تبقى الحماية المدنية مستمرة، وطول ما إحنا بنستخدم مخزن المضبوطات لازم تكون الحماية المدنية متوفرة. ثانيا، تأمين النوافذ ضد أي محاولة لإلقاء كرات النار لإحراق المكان. ده ليه؟ لأن حصل قبل كده في مكتب مخدرات المنصورة إن أشخاص مجهولون قاموا بإلقاء كرات نار على مخزن المخدرات بمحافظة الدقهلية، طبعا مما ادى لاشتعال النار فيه وتدمير كل الاحراز. ده كان الكلام ده حصل عام 2009. لازم يبقى في عندنا تامين صحي ضد القوارض والزواحف. لو نتذكر وقعت محكمه شمال القاهره لما رئيس المحكمه طلب رفاعيه لاخراج الثعابين الموجودين في مخزن المضبوطات بمحكمه شمال القاهره. الكلام ده حصل كان في شهر فبراير سنه 2013، فدي كانت مشكلة كبيرة جدا واجهت محكمة شمال القاهرة. فتأمين المخازن مهم جدا 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 جدا. طبعا لازم يبقى فيه عدم تعامل مع الجمهور، ما تعاملش مع الجمهور خالص في هذا المكان بالمرة، لازم يبقى فيه حراسة متوفرة. طيب ده بالنسبة لكل ما يخص مخزن المضبوطات. طب في مواصفات للشخص المسؤول عن الأحراز؟ طبعا في مواصفات خاصة. أولا يجب إخضاعه لعمليات تعقيم. لازم إن هو يتوفر لديه القدرة والقوة على التنظيم والاهتمام بكل ما يخص مخزن المضبوطات. لابد من تحفيزه دائما بالمكافآت المالية المستمرة. لازم في عندنا نهتم أو نركز قوي على عدم الإفراط في الثقة. لازم يبقى في عندنا بديل ليه، ويكون البديل ده جاهز في اي وقت، بشرط الا يكون قريبا له، ما يكونش قريب ليه، بشرط ان هو ما يكونش من بلده. لازم يكون مستمر فتره طويله في العمل وعدم تبديله. الا يكون يعاني من مشاكل ماليه او اسريه، او الدخول في تعاملات ماليه مع الغير او استدانه او اقتراض، لان ده بيأثر طبعا عليه. الا يعاني من اعراض السكر او الزهايمر، ان هو ما يكونش سبق ان هو تعرض لاي جزاءات تاديبيه. لا يجوز تكليفه بخدمات ميدانيه، ما ينفعش ان انا اكلفه بخدمات ميدانيه وهو المفترض ان هو قوام على المخزن. فازاي ان هو يبقى قوام على المخزن ومسؤول عنه، وازاي ان انا اقول له اخرج في عمل ميداني بره؟ ده لا يتطابق مع ده بالمره يعني. لازم يكون قدر المستطاع، ما يكونش ذكاؤه عالي، يكون إلى حد ما معقول متوسط، لأن هو بيقوم بتنظيم المخزن وبيهتم بيه. لما يكون نسبة ذكاؤه عالية ممكن المضبوطات اللي موجودة عنده في المخزن ممكن يسيء استخدامها. يفضل أن يكون رب أسرة وليس مستجدا، يعني ما يكونش ان هو لسه مستجد في العمل، لسه خريج ولسه ما اتجوزش، لا يكون رب اسره، لان يبقى عنده خشيه من التعرض لاي مساءله قانونيه لان هو رب اسره. طبعا السلامه الجسديه مهمه جدا جدا جدا، خاصه حاسه البصر. لازم يكون عنده رغبه جديه في العمل والقيام بهذه المهمه. وطبعا زي ما ركزنا وقلنا انه يكون رب اسره، ده يفضل حتى يكون لديه الخشيه على اولاده والحفاظ عليهم. وانا بشوف كتير في غير النيابه وغير المحاكم، انا بشوف ايضا في بعض مخازن التربيه والتعليم موجود فيها الكتب وموجود فيها التابلت دلوقتي الخاصه بالابناء بالذات مرحله ثانوي، لان هو اعتمادهم الكلي دلوقتي على التابلت. بلاقي ان في مخلفات موجوده في المكان خارج المخزن، مخلفات مقاعد الطلاب، مكان تصوير، كل ده بيتكهن. بس ده لو حد رمى عليه كرات نار هيولع الدنيا كلها. فالتأمين ده مهم جدا جدا، وبيحمينا وبيوفر وقت ومجهود جدا كبير على السادة أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة والسادة المحامين
وكل مسؤول بيوفر عليه مجهود كبير قوي قوي، وخرجنا من دائرة المشاكل، وإن إحنا يبقى في عندنا الوقاية، والوقاية خير من العلاج. أرجو أن لا أكون أطلت على حضراتكم، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى في كل ما يخص بناء العقلية القانونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.